ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة برلين الألمانية الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. كيف تفسر الرقم الضخم لتجار ومتعاطي المخدرات وفقا للدوائر الأمنية التي قدرتهم ب 15,000؟ يعني سيدتي، هي تجارة المخدرات تدخل من ضمن الجريمة المنظمة كما هو معروف. الجريمة المنظمة هي تأتي من خلال ضعف الأجهزة الأمنية، ضعف إدارة الدولة، وإلى وجود هنالك مافيات حاليا مسيطرة على الشارع العراقي هي التي تدعم هذا النوع من التجارة. ونحن نقصد بالتحديد هي ميليشيات الموجودة اليوم، تمتلك السلاح، وميليشيات الحشد الشعبي بالتأكيد، مع العلم بأن التقارير، حتى التقارير الحكومية، أكدت بأنه المخدرات تدخل عن طريق إيران بنسبة كبيرة جدا. يعني النسبة الأكبر ربما هي النسبة الوحيدة التي تدخل عن طريق إيران. يعني ارتباط هذه الميليشيات بهذا الملف هو ارتباط كبير جدا وارتباط واقعي، كون أن هذه الميليشيات هي اليوم المسيطرة على الشارع العراقي والمسيطرة على، لديها لجان اقتصادية حقيقة تمارس دور اقتصادي، تسيطر على الواقع الاقتصادي في العراق. فبالتأكيد تجد بأن الواقع، بأن الأجهزة الأمنية مقارنة مقابل أنه هذه الميليشيات بالتأكيد هي ضعيفة ولا تستطيع أن تمارس دورها في محاولة مكافحة آفة المخدرات. نعم، في هذا السياق وقبل عام 2003 كان العراق شبه خاليا من المخدرات، كيف تطورت الأوضاع لتصل لهذا المستوى؟ يعني سيدتي الكريمة، العراق خالي من المخدرات قبل عام 2003، منذ عام 1921، منذ تأسيس هذه الحكومة العراقية الحديثة ملكية وجمهورية ووصولا إلى ما قبل عام 2003، جميع هذه السلطات والأنظمة التي حكمت العراق كانت حريصة جدا على أنه آفة المخدرات لا تدخل إلى العراق. كانت هنالك قوانين، كانت هنالك أجهزة أمنية قادرة على مكافحة هذه الآفة، كان هنالك منظومة تعليمية، كان هنالك نظم اجتماعية. حقيقة المجتمع كان مستقر اجتماعيا. اليوم تجد بأن هذه الآفة رافقتها هنالك مشاكل كبيرة. اليوم المجتمع يعيش أزمات كبيرة جدا، هنالك نازحين، هنالك مهجرين، عدم استقرار أمني في العراق بالتأكيد يجعل من العراق اليوم بيئة لمثل هذه المخاطر وغيرها، مثل انتشار السلاح أيضا يرافق هذه المخدرات. فبالتأكيد سيدتي، الوضع الغير مستقر التي أنتجته هذه العملية السياسية يوفر بيئة آمنة للمخدرات، للتجارة بالسلاح، للإرهاب وغيرها. نعم، مديرية شرطة البصرة نفسها وصفت تجار المخدرات بالعمالقة الذين يعملون من خارج المحافظة وتحميهم جهات متنفذة، من المقصود بالضبط من هذه الجهات؟ يعني سيدي واضح نحن اليوم أن هذه عملية تجارة المخدرات هي عملية يوجد لديها غطاء قوي، غطاء مسلح، الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي تحمي هذه التجارة وتتاجر بها. طبعا الحكومة أيضا متواطئة، الأجهزة الأمنية متواطئة وتخاف ولا تتدخل في هذا الموضوع. هذه ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران تعتبر بأن هذا مصدر توفير أموال إضافي لها لإسناد عملياتها. طبعا حتى الموجود في واقعنا، الموجود حزب الله أيضا متهم بتجارة المخدرات، الحوثي أيضا متهم بتجارة المخدرات، أذرع إيران سيدتي الكريمة. نعم. الميليشياوية المسلحة تتاجر بالمخدرات كأحد موارد المال. إلى أي مدى يساهم العامل الأمني الذي كنت تتحدث عليه قبل قليل في المنافذ الحدودية خاصة الجنوبية منها، يساهم في تنامي تجارة المخدرات في العراق اليوم؟ يعني هو بالتأكيد سيدتي، لو كانت هنالك حدود محصنة وكان هنالك جهاز أمني يعمل بحرية ويعمل بمهنية، بالتأكيد سوف لن تمر هذه المخدرات جيدا بأنها موانئ مسيطر على من قبل قوى سياسية وقوى أخرى. الحدود أيضا مسيطر عليها وجميعها مسيسة للتجارة وللاستفادة والاقتصاد.
فلا تجد بأن هنالك عامل أمني حقيقي، لا تجد بأن الشرطي يؤدي واجبه بصورة صحيحية ورجل الأمن أو حتى العسكري. بالتأكيد البلد أصبح اليوم شبه معبأ من أجل إسناد الحالة الاقتصادية لمحور معين وهو ما يسمى بمحور المقاومة وهذه الميليشيات. لذلك تجد بأن هنالك الطرف الأقوى الموجود اليوم هو المحمي حكوميا، هو الذي يتاجر بهذه المخدرات ويدخل هذه المخدرات إلى العراق، وإلا المواطن البسيط غير مهتم وغير قادر حقيقة أي مواطن على أن يتاجر بمثل هذه المخدرات كونها تحتاج إلى منظومة كبيرة. شكرا جزيلا لكم الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة برلين الألمانية.